الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عملت مؤتمر وضحت فيه كل الاستفسارات الخاصة بتحويل صرف المعاش من البطاقات الزرقاء لكارت ميزة. الخدمات اللي بيتم تقديمها أيضا لكبار السن وأصحاب الأمراض لضمان الحصول على الكروت الجديدة وتفاصيل تانية كتير. تناولنا التيسيرات اللي ممكن نقدمها لأهالينا من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم علشان عملية استبدال الكارت ما تمرش بأي أزمات، ما يبقاش في تكدس كبير قدام المكاتب. أكدنا على المواطن أنه يصور صورة البطاقة بتاعته وشه وظهر ويكتب رقم التليفون بتاعه عليها عشان ما نضيعش وقت قدام الشباك. هو في الشباك هيستوفى بس الطلب بتاع استخراج بطاقة ميزة. أكدنا إن مفيش حاجة اسمها وقف للمعاشات، لأن لاحظت إن بدأت بعض الوسائل تقول إيقاف معاشات. إحنا ما بنوقفش معاشات، إحنا بنقول إن الكارت البطاقة الزرقاء ما بقاش صالح لإنك تسحب الفلوس، فتعاللنا بيه هننشطهولك وانت واقف عشان تصرف معاش الشهر ده، وندي لك كارت تاني عشان تصرف فيه معاش الشهر الجديد. أهمية مؤتمر النهاردة ان احنا بنوصل لأهلنا أصحاب المعاشات ان ما فيش اي مشكلة خالص، ان انت هتصرف معاشك في مواعيدك بشكل منتظم، وفي آليات بسيطة وسهلة لاستبدال الكارت القديم ان انت اخد الكارت الجديد، وده مش محتاج الناس يبقى عندها اي بانيك او اي قلق خالص. بالعكس، ده احنا النهارده بنوفر له خدمات احدث من اللي كانت موجوده. النهارده لما يكون معاه بطاقه ميزه الوطنيه المعاشات هيقدر ياخد خدمات كتيره غير معتاده ان هو كان بياخدها. كان الاول بيروح يدوبك يتكالب على الفروع على مكاتب التامينات، النهارده لا، هيبقى هنفتح له شبكه كبيره جدا من الاي تي ام في كل مصر، 20,000 مكنه اي تي ام، هيقدر يتعامل مع كل فروع البنك، هيقدر يتعامل 24 ساعه، هيقدر يشتري من محلات كتيره عندها المكن، فبالتالي هيقدر يحس براحه غير اللي موجوده دلوقتي. الهيئه بدات مشكوره من 21 لتحويل البطاقات، وقدر تحول 5.5 مليون بطاقه، متبقي مليون بطاقه دول اصحابهم مطلوب منهم مشكورا ان هم يتوجهوا للهيئه او مكاتب بنك الزراعي، او يكلموا الكول سنتر بتاع الهيئه او شركه اي فاينانس اللي هو 19680 لطلب تحويل البطاقه. والاجراءات الحمد لله بالتعاون مع البنك الزراعي والتعاون مع الهيئه القوميه اجراءات ميسره جدا وكلها مميكنه اوتوميتد، بحيث ان المواطن مش هياخد اكتر من 3 دقائق او ماكسيمم 5 دقائق ان هو يقدر يستلم البطاقه الجديده، وبطاقته القديمه خلاص بتتاكد يقدر يصرف بيها معاش، ومعاش من الشهر التالي بيتحول اوتوماتيك على بطاقه جديده.